معركة لا تقل أهمية عن معركة التحرير. بهذا العنوان تكون افتتاحية مجلة الجيش قد اختصرت الزمن والمسافات لتعود بالذاكرة الجماعية للشعب الجزائري إلى ما يناهز قرنين من الزمن من عمر الجزائر من الحقبة الاستعمارية إلى غاية الاحتفال بالذكرى 58 لاسترجاع السيادة الوطنية. هذا الاحتفال اعتبرته مجلة الجيش بالمميز وبكل ما تحمله الكلمة من معنى بالفعل، لأن الحدث جلل تنحني له القامات بعودة أبطالها من قادة المقاومة الشعبية بعد استعادتهم من متاحف فرنسا الاستعمارية. وبهذه العودة تتوسد رفات الشهداء تراب الجزائر الطاهر المرتوي بدمائهم. مجلة الجيش تستذكر في وقفتها الاستقبال الرسمي والشعبي منقطع النظير الذي حظي به بواسل المقاومة الشعبية قبل أن يوارى والثرى في جزائر الشهداء. جزائر ينعم شعبها بالاستقلال والسيادة. هذا وتبرز مجلة الجيش الافتخار الذي أبداه الشعب في تفاعل وهو يستقبل على أرضه الحرة رفات أبطال المقاومة، وهو ما يعكس تعلقه بذاكرته الوطنية وتأثره الشديد بهذا الحدث، وهو ما يدل على أن بلدنا افتكت استقلالها بفضل التضحيات عبر مختلف مراحل الحقبة الاستعمارية. مجلة الجيش تربط مقاومة الأمس خلال حرب التحرير ببسالة الخلف من أفراد الجيش الوطني الشعبي في اجتثاث بقايا الإرهاب، مذكرة بأن الجزائر الجديدة تقوم على فئة الشباب المدعو لتفجير طاقاته في مختلف المجالات لبناء دولة قوية في عالم لا مكان فيه للضعفاء. إن ربط الماضي بالحاضر في انسجام وتواصل هو إخلاص للشهداء طبقا لمبادئ أول نوفمبر. وتذكر المجلة في افتتاحيتها أن الجيش الوطني الشعبي يبقى مدافعا على أمانة الشهداء والسيادة الوطنية وحرمة أراضيها. بفضل ما بلغه الجيش الوطني الشعبي من مكانة واحترافية وتحكم وتطور في كل مجالات اختصاصه،